مش بقصد انه الدم محرك دائما. نعم. الدم هو بغض النظر شكلها حروب والله بغض النظر عن شكلها، لكن دائما معارك الدم خليني اقول تفضي الى افاق سياسيه واتفاقيات كبرى. الان هناك فرصه، ما بين الفرصه وما بين الممكن، هذا هو الفرق. الفرصه انه الاسرائيلي رفض أن يقدم أي تنازل للتعايش في المنطقة، وحتى الشهر الماضي التعايش مع السعودية بلا ثمن، أنه ما رضي يدفع لفلسطين ثمن. هل انكسر الرأس الإسرائيلي اليابس؟ نعم. ومستعد الآن لتقديم تنازلات؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية الآن التي نقلت كل أمريكا، تعرف شو نقلت؟ نعم، ممكن نعدها، نقلت جيرل فورد الرئيس الأمريكي، لا الرئيس قبل. نعم. ونقلت وزير الخارجية. نعم. وزير الدفاع. نعم. وقائد القوات المركزية. نعم. ونقلت جيرل فورد، ونقلت حاملة الطائرات، مستشارين عسكريين. نعم. وألفين من وحدات النخبة، وألفين من وحدات النخبة. نعم. ونقلت مستشارين عسكريين، ونقلت سلاح بالطائرات. نعم. ضل إشي في سلاح أمريكا، كان متوجهين إلى كييف بالمناسبة، ضل إشي في أمريكا. آه. كلها انتقلت، كل أمريكا انتقلت. هذه القوة الأمريكية التي جاءت مش لديها الآن فرصة لتقول لإسرائيل بكف عاد، إحنا اللي بنقرر، لأنه أنتوا بتورطونا، ومش كل مرة بدنا ننقل أمريكا كلها للدفاع عنكم. مش هنشتغل هالشغل بعد هيك، انكسر روسكو كل مرة كنتوا تقولوا لا العرب بخافوا منا، هذا بقول شمعون بيرس. نعم. العرب بخافوا منا، ما فيش حروب معنا، بقى حزب الله بس مغلبنا، وهذا بنلاقي له حل في الإطار الإيراني وأداء إيرانية. نعم. أما باقي العرب بخافوا منا، وبخافوا لأنهم عارفين عن نووي، فبصيرش مشاكل، مش رح نحتاجكم. لأن مراسلنا سيد أكرم يوضح لنا بعض الأمور. القصف استهدف غربي ميناء غزة وشارع أبو حصيرة أو حصيرة ومحيط مستشفى الشفاء. نعم. نعم. طبعا منتهى الخطورة أن يقترب القصف من مستشفى الشفاء الذي تحول إلى، لا هو منطقة نفسها، المنطقة نفسها هو مربع واحد. نعم. يعني أنت تنتهي مخيم الشاطئ ينتهي ويبدأ مستشفى الشفاء. نعم. وإلى غرب الشفاء، إلى غرب الشفاء بكون أبو حصيرة والميناء. فأنت نعم. بتتحدث عن مربع الميناء وأبو حصيرة والشفاء ومخيم الشاطئ، كلهن متلاصقات، هذا كله متلاصق مع بعضه، يعني ما ليست بعيدة، بس كلها في طيب. إطار الجهة الغربية، تحدث عن الجهة أي الغربية. نصر يبحث عنه نتنياهو سيد أكرم هنا حتى نفهم، أي نصر يبحث عنه في هذا الظلام؟ أي يعني نصر؟ هو قبل يومين في مؤتمر الصحفي يقول إنه الحرب النور ضد الظلام، نحن النور وهم الظلام. أنا بظن إنه مشكلة إسرائيل إنه لا تريد أن تصدق أن العالم يتغير، ولا تريد أن تصدق أن الفلسطيني بيزداد قوة، سواء قوة على صعيد العالم، قوة ممكنات القوة. تعرف من ضمن المسائل اللي أحياناً أنت بتشعر أنه التاريخ يتحرك له حركة، بس بالنهاية في إشي هيك، في محطات بتقف عندها، أنه طورت الولايات المتحدة أسلحة وكانت بتعطي لإسرائيل. الجيل السلاح اللي بتعطيه لإسرائيل هو الأكثر تقدماً عن جيل السلاح اللي بتعطيه للمنطقة العربية. بعدين هذا الستينات والسبعينات والثمانينات كله ماشي، بعدين أنت تدخل في عصر التكنولوجيا، مش هيك؟ نعم. في عصر التكنولوجيا تكتشف أنه تساوت القوة بين الضعيف والقوي. لما صارت القصة عصت زر وتطلع طائرة من غير طيار، وانت بالبرمجة تعطل كاميراته وتدخل عليه بالشكل هذا، تساوت القوة. لاحظ التكنولوجيا. نعم.